في هذه اللحظات تمت انطلاقة الشوط 23 في سباق هذا اليوم. هذه في أول المراكز في هذه اللحظات هادي براقة لسيد محمد بن دايل النعيمي في أول المراكز، أما في ثاني المراكز هادي سوغة للسيد هادي شاهيني للسيد بخيت بن حمد المقارح، واللي تسللت في هذه اللحظات هادي جواهر للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيع الكواري في هذه اللحظات في أول المراكز. أما في ثاني المراكز من الجانب الأيمن أعتقد أن هذا شعار بن فاتوح، هذه الكايدة للسيد محمد بن سالم بن فاتوح المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز هذه ذريعة للسيد عبد الهادي بن محمد الشراف في ثالث المراكز، ولكن روح مع اللي في أول المراكز، هذه جواهر للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري في هذه اللحظات في أول المراكز، ولكن من الجانب الأيمن شعار الفاتوح يتسلل في هذه اللحظات هذه، ولكن الكواري عاد الكواري وانتزع المركز الأول. جواهر لسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري انتزع المركز الأول وسيطر سيطرة تامة. نقول تهانينا والناموس يا سالم العويسي على فوز جواهر بالمركز الأول في هذه اللحظات. اما في ثاني المراكز واثق من فتح بكل قوه، لكن فاز الجواهر للسيد عبد العزيز بن جاسم بن ربيعة الكواري. اما في ثاني المراكز اللي الكادة للسيد محمد بن سالم بن فاتوح، ثالث المراكز براقة للسيد محمد بن دايل النعيم. نقول تهانينا والناموس. التوقيت الزمني لهذا الشوط دقيقة 44 ثانية 3. للسيد بخيت بن حمد المقارح نقول تهانينا والناموس. الشاهينية للسيد بخيت بن حمد المقارح في ثالث المراكز، تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين. التوقيت الزمني دقيقة 44 ثانية 93 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.